اهلا ومرحبا، معكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي. اليوم نزلت فيديو وسألني واحد هل ياماها فيها نظام الفويس جايد او الدليل الصوتي اللي هو للمكفوفين الله يعافيهم واللي عنده يعني نظره خفيف او شيء. نعم، الياماها حاطه الخدمة هاي، ولكن لازم تنزل الفايل الصوتي بس كخدمة موجودة في الكيبورد، لكن لازم تنزل اللي هو الفايل الصوتي عشان يتفعل معك. طبعا باختصار انا راح انزل لكم في الوصف، ان شاء الله في وصف الفيديو راح انزل لكم يا رابط يا الفايل دايركت، يعني ما تحتاج تسوي شيء غير انك تشيل الفايل تحطه في اليو اس بي وعلى طول تفعله في الكيبورد، تحطه في الفلاش ميموري وتروح تفعله في الكيبورد. الحين بهاي الطريقة، الحين انا حطيت الفايل في الفلاش ميموري في اليو اس بي، كيف تفعله؟ تروح على المنيو، تروح على منيو رقم 2، تروح على اليوتيليتي تفتح معاك، تيجي عند خاصية السيستم. لما تفتح خاصية السيستم تروح على بيج رقم 2، شوف بتلقى عندك خدمة اسمها فويس جايد الدليل الصوتي. اول شيء بحط لك الفويس جايد اوف، بعدين الفويس جايد كنترولر. عندك طريقتين، يا دايركت اكسس يا عن طريق الفوت بدل، انت تختار الاسهل لك، عن طريق الدواسة او عن طريق الزرار الدايركت اكسس اللي هو موجود هنا. انا بحط حاليا الدايركت اكسس، بختار الدايركت اكسس. عندك الفوليوم تتحكم في الصوت، قوة الصوت، وعندك ني فويس جايد ساوند تحطه على الاون. الحين بحطه على الاون، الفويس جايد اون. شوف معايا الحين راح ينطق الكيبورد، خلاص وقرا على طول. منيو 2، شوف على طول. سيستم هوم، هم اديش على الخليجي ستايل شاني ايوب ميكس. انزين، كيف تختار الحين عشان تعرف انواع الايقاعات؟ لازم تضغط على كلمه دايركت اكسس ومع بعض، مثلا تبغي ايقاعات خليجي دايركت اكسس وتضغط على خليجي. خليجي، شوف انت الحين في صفحه الخليجي، لما تيجي تختار الايقاعات هي دايركت تختار من الشاشه خبياتي، تعطيك اسم الايقاع خبياتي رياض، شوف خبياتي ثقيل رايح. تبغى تنتقل الى مجموعه ثانيه، دق على كلمه دايركت اكسس، مثلا ابغى يصير الشامي، شامي، خلاص تفتح معاك الشامي. وحده ميكس، هذه اللي قاعد وحده صنباطي سعيدي وان، تختار. تبغى تروح على المصري، تضغط على دايركت اكسس مصري، مصري، خلاص على طول يشتغل معاك مقسوم المصري. سريع بيج 1 رومبا مصري 2 رومبا مصري 1. وبهاي الطريقه تبغي المجموعة مثلا المغربي، مغربي، خلاص تضغط مغربي على طول، مغربي كلاسيك شعبي سوين شعبي فيس. تبغي تروح على الانجليزي مثلا التركيش، دايركت تركيش، تركيش، خلاص تشتغل معاك على طول. 2-4-4-4 هات ميزي 9-8 هات واحتي واحتي فاست. حتى الأصوات نفس الشيء، الأصوات بتنتقل Write one voice. شوف. عود and قانون. شوف. Lead عود joystick. الحين. عود تريمولو joystick. Lead عود تريمولو joystick. زين. وتريت فيبراتو سويتش. على طول. وتريت فيبراتو سويتش. زين. وتريت تريمولو سويتش. وتريت تو سويتش. وتريت ثري سويتش. تنتقل على الناي. ناي فيبراتو جو كوالا ديلي. على طول على الناي، بس انت تبغي اسم المجموعة نفس الطريقة دايركت على طول. وتريات، في الوتريات تنتقل على طول. بهذه الطريقة انت كيف تفعل، حتى لما تيجي تحت عند التحكم بالإيقاع، مثلا تبغي تعرف زرار الستوب، زرار الاندينج، زرار، على طول نفس الشيء دايركت اكسس ستارت ستوب، هني ستارت ستوب دايركت اكسس سينكرو ستارت Synchro stop. شوف يعطيك Ending 3 Direct access Ending 2 والزرار Ending 1 مثلا هذه دقيت على بريك، شوف بدون Direct access ما يعطيك اسم البريك، لكن شوف Direct access مع زرار البريك بريك، شوف عرفت. فأنت عقب المكفوف أو العنق يعرف عقب هاي زراير تلقائيا، يعني يعرف مكانها وين. نفس الشيء Registration memory Direct access memory في الميموري، هاي زرار الميموري مثلا دايركت اكسس فريز
هاي الفريز الريجستريشن ميموري ميموري 1 شوف ميموري 1 عطاك ان الصوت رقم 1 في الريجستريشن ميموري ميموري 2 ميموري 3 وفي حاجة انت لما تضغط على زرار الدايركت اكسس ومثلا تضغط الحين دايركت اكسس على خليجي هو عرفك على مجموعة خليجي بس ما اشتغل لازم بس خلاص انت عرفت ان هي خليجي تروح تضغط عليها مرة ثانية يشتغل معك يفتح لك صفحة الخليجي عرفت كيف ولكن ما راح يشتغل لازم تضغط تتعرف مثلا الحين شامي ابغى شامي دايركت شامي وقال لك شامي هاي الزرار شامي تضغط عليه مره ثانيه عشان يفتح معاك الشامي وتختار الاصوات الوتريات العود مثلا دايركت اكسس عود انت قانون بس ما اشتغل معك انت عرفت الحين هاي عود قانون تضغط عليها مره ثانيه right, شوف تفتح معاك اللي هو القانون كبالا ديلي عود جويستيك بهاي الطريقه انك انت فعلت الفويس جايد مثل ما قلت لكم راح احط لكم الفايل موجود في الوصف على طول تنقل على اليو اس بي بس اقل شيء لازم 1 جي بي لازم الفلاش ميموري يكون فيها 1 جي بي وتخليه لحاله يكون احسن ما يكون معاه مثلا اشياء ثانيه عشان الكيبورد ما يتاخر ويقرا على طول والى اللقاء مع معلومه ثانيه.